في سياق آخر، أكد ممثلو الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية على أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العالمي، مؤكدين أنه توجد 400 مليون مؤسسة تمثل 90% من حجم المؤسسات الاقتصادية، مشيرين إلى أن المنطقة العربية لديها إمكانيات طبيعية ومادية وبشرية قادرة على تطوير هذا المجال. تمثل الشركات الصغيرة المتوسطة حوالي 90% من جميع الشركات العالمية، وهي مسؤولة عن 50% من العمالة في جميع أنحاء العالم. فضل العمالة يصل إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة وفقا لإحصائيات البنك الدولي. وتشير التقديرات العالمية إلى أن عدد الشركات الصغيرة المتوسطة يبلغ حوالي 400 مليون مع انضمام رواد أعمال جدد إلى الصفوف يوميا، وذلك بفضل صعود التكنولوجيا الرقمية. لهذا تلعب الصناعات الصغيرة المتوسطة دورا في مكافحة البطالة وفي خلق فرص عمل جديدة. فعلى المستوى العربي من المتوقع أن تفي باحتياجات الدول العربية من خلال استحداث 100 مليون وظيفة خلال 20 عاما قادمة. لدينا حجم سوق ضخم، قوة شرائية متنامية، موارد طبيعية وفيرة، إمكانيات لوجستية من موانئ وسكك حديد وطرق برية وبحرية وجوية، بالإضافة إلى تكاليف تنافسية تحفز التنمية الصناعية. وأكرر، لدينا أيادي شابة مبدعة. لذا نرى تسارع دولنا العربية في مجال المشهد التكنولوجي العالمي يشكل قفزة نوعية، حيث تعتبر هذه الفرص مهمة لتطوير قطاعات حيوية بهدف زيادة الإنتاج المحلي لقطاع الصناعة وبالتحديد الصناعات الصغيرة والمتوسطة.